معلش ده برضو يعني جايز، يعني انا متابع كوره برضو شويه، هو ليه اسم جباسكي فجاه ظاهر دلوقتي؟ يعني ما كانش قبل كده، كان دايما ابو جبل ابو جبل، فجاه بقى جباسكي. يمكن هو الاسم اصلا معايا بقاله فتره طويله، ليه قصه كده غريبه. كان المدرب فيريرا ما بيعرفش ينطق اسمي طبعا، صعب. كان لا، هو كمان حروفهم في الحرف الجيم والبي ورا بعض، نقعد بقى نتعب بعض بالظبط. فجيب مره قعد يقول لي، كان يقول لي نمبر 1 يا نمبر 1. اقول له انا اسمي محمد، اسمي ابو جبل. يقول لي انا مش عارف انطق. قلت له خلاص قول لي اي حاجه تاني. فقال لي خلاص، في لعيب سله عندي في البرتغال اسمه جباسكي. فانت لقيت جباسكي وجبل قريبه بالظبط. هو قلت له شيل الخواجه. انا كان بالنسبه لي يقول اي حاجه، بس يقول نمبر 1 بالظبط كده، كانت بتنرفزني. يقول اسم، فما قال جباسكي بقى معظم اللعيبه الافارقه اللي كانوا معايا والفرقه عندي في الزمالك كله بقى جباسكي جباسكي جباسكي. بدأت مش عارف ينطق جبل يقول جباسكي بالظبط كده. بدأت تطلع، بدأت تشهر حتى الناس في الشارع وكده. وفوجئت في المنتخب لقيتهم كاتبين جباسكي. بس انت ما كانتش فانيلتك جباسكي قبل كده؟ لا 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 لا. انا استغربت، انا نزلت لقيت الفانيلة نازله، مين ده؟ دي مش فانيلته ولا ايه؟ اصل في عيني كان جون غلبان بتاع جزر القمر ده برضو ما كانش لاقيين له، لانه في اتنين جالهم كورونا فجابوا له فانيلا. فقلت جايز جابوا لك فانيلا فجاه من بتاعت حد تاني يعني. لا لا، هو حتى الاسم نزح ترانسفير ماركت جباسكي، فعشان كده ترانسفير ماركت بس.